الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب على هذه الأمة، سواء كان هذا الإنسان في مجتمع عام أو مجتمع طلاب أو غيره من المجتمعات. ولأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو الأمر الذي يصلح به حال الناس، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن إن شاء الله باختصار سوف نتحدث عن نقطتين، وهذه التي يقوم عليها أمر الدين. النقطة الأولى وهي مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي خلق لنا هذا الكون وأمرنا بعبادته وحده لا شريك له. والأمر الثاني وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إذا توحدت الأمة على أمره صلح أيضا لهم أمر الدنيا والآخرة. ونحتاج إلى الكلام في هذه الأمور، خاصة مع وجود من يطعنون في هذين الأصلين، أصل الدين. والإنسان قد يتحير كيف ناس مؤمنين في جامعة من الجامعات يطعنوا في أصل الدين. الأصل الأول وهو الإيمان بالله، وهو يتضمن أربعة أمور كما قال العلماء. الأمر الأول في الإيمان بالله، عشان تبقى إنسان مؤمن بالله، تؤمن بوجود الله، ودي حاجة مهمة جدا وخاصة في الجامعات نعرفها، لأنه هنا في الجامعات خصوصا السودانية وغير السودانية في ناس بيعتقدوا إنه الله ما في والكون ما عنده خالق، زي الشيوعيين والإسمهم في الجامعات الجبهة الديمقراطية. وأنا قبل أيام لقيت لهم في الواتساب إعلان قالوا شغالين بيجاي، ونحن من هنا بندعو إنه الأحزاب دي يمشوا يجهزوا ويجلبوا بخيلهم ورجلهم ويأتوا بكوادرهم الخريجة وغير الخريجة والمسؤولين عنهم في الولاية هنا وفي غير الولاية، عشان بعدين يجي يناقشوا ما نذكر من كلام. فالإيمان بالله يا أخواننا كما قال العلماء ثابت بالعقل وبالفطرة وبالأدلة الشرعية. والناس لما نجوا عملوا الجامعات دي عشان الناس يتعلموا منا علم يفيدهم في دنياهم، ما عشان تكون الجامعات عبارة عن أماكن للانسلاخ من الدين إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. وده الحاصل الليلة للأسف الشديد، يجوك ناس باسم النضال وباسم يعني التحرر وباسم الحريات وباسم يجي ينكر وجود الله. ديل الشيوعين، تما سمعت لينين المؤسس بتاع الدولة الشيوعية في العالم قال شنو؟ قال: بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. فديل الشيوعين لا يؤمنون بالله. لينين برضو قال، عنده كتاب اسمه نصوص حول الدين، قال: الدين أفيون الشعوب. عشان كده دائما بتلقى الجبهة الديمقراطية اللي هي الذراع الطلابي للحزب الشيوعي في الجامعات دائما بتلقاه يطعن في الدين وينشر الفساد خاصة في الجامعات، عرفتها؟ يقول لك: الدين دين الباري وفوق الأرض صراع الطبقة. ديل الشيوعين ذاتهم يقول لك: الدين هناك في الجامع، أما هنا نحن نبرطع زي ما دايرين. ده شيوعي دار يوري رب العالمين إنه يحكم وين وما يحكم وين. وهو الشيوعي نحن لو لقيناه في الجامع كان جيناك هنا، شيوعي ما لمينا فيك في الجامع، وإن شاء الله اللي فيك هنا ذاته، عرفت؟ المهم، فدال بيعتقدوا إنه ما الكون ده ما عنده إله وما عنده خالق، عرفت؟ وينشر هذه العقيدة الباطلة والبليدة في نفس الوقت.
ونحن بعدين برضو دارين الشيوعين يسخنوا ويجونا خاشين هنا، تجي تناغش ما تجي تكورك من برا، أو تجي تتكلم بأسماء وبطريقة غير صريحة، عرفتها؟ فوجود الله سبحانه وتعالى ثابت بالعقل، لأنه يا أخواننا العقل بيقول لنا إنه أي حدث أي فعل لا بد له من فاعل، وأي مفعول به لا بد له من فاعل. يعني الليلة لو سألنا الشيوعي قلنا له والكافتيريا دي، الزنك الأمريكي والمواسير ويعني الكنب والحاجات دي، لو قلنا له جات صدفة بصدق؟ ما بصدق. طيب كيف تكون تقول أن هذا الكون وجد صدفة؟ للشيوعي سؤال للجبهة الديمقراطية، الشغالين بنسكب مطر الدم وتم تررم تررم، تجوا الليلة تسكبوا مطر الدم هنا إن شاء الله، عرفتها؟ تجوا تناقشوا، وحكاية القردة شالت نبقة وخلطت نبقة وجدعت نبقة. طبعا في كثير من الناس قالين إنه لما جينا كده بجلاليب وكده، يعني إنه نازل بس الشغلة دي بس قالوا كده نخش هنا نشوف الحاصل شنو. ويا شيوعي أنت قبل ما تجي هنا وناقص فتامين بتاع سناي عاصمات الفرفوروز، احنا عارفين الحاصل الجوع، والله يعني احنا بس دارين الشيوعي بعدين يخش. اوعك تلبد، اوعك تلبد. ومن هسي كلامنا ده جا تكتبه، عرفتها؟ فقلنا اي فعل يا اخواننا لا بد له من فاعل. الليله لو جيت قلت المروحه تعلقت وصنعت من غير صانع لما صدقك انسان، فده يا اخواننا دليل العقل واضح جدا. كذلك الفطره، لأن يا أخواننا أي إنسان مما ولد يجد ضرورة في قلبه وفي نفسه أن له خالقا خلقه يصرف أمره ويدبر شؤونه ويصلح أحواله، هذا يجده بضرورة القلب. وأما في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب ليه نعبد الله الذي خلقكم؟ ربنا أوجدنا، زي ما ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني في زمن جاء البني آدم ما كان مخلوق. طيب من أين وجد هذا الإنسان؟ الشيعين قالوا عندهم نظريتين، نظرية فلسفية كلها كلام فارغ ساكت، اللي هي نظرية الصدفة ودي ما في عاقل بيصدقها، والنظرية الثانية وهي نظرية قالوا داروين في كتاب أصل الأنواع قال نحن أصلا كان أجدادنا قرود، كلنا القاعدين هنا نساء ورجالا كلنا كنا تابعين لواحد ككو شمبانزي ولا مصيب الزمان في غابة ما، قال في الأراضي الاستوائية. والقرد ذاته قال أصلا كان خلية أولية، يعني حاجة واحدة بس، والخلية الأولية بعد ذاك قال تطورت. طبعا تطورت دي كلمة فلسفية وكلمة بتاعت سيوري، ما ورانا تطورت كيف وليه تطورت وما هي الظروف التي تطورت فيها. هسه الجبهة الديمقراطية شيت حيلك، إذا دار تجي تنبسغ وقاطع نص يا أبو الزنان، دار تجي تتجدع هنا بتتفضح والله بيت عشان تخلطك ما تلقى بعدين، عشان كده اعمل حسابك، عرفتها؟ فأول حاجة الإنسان كان خلية، قالوا كده هم، بعد ما كان خلية بعد ذاك تطور قالوا لغاية ما بقى قرد. طيب من قرد يتحول الإنسان كيف؟ قالوا أصلا الإنسان كان في الغابات كان قرد يعني، وكان بيمشي قال زي الغنماية على أربع، وده كلام كذب لأنه نحن عندنا ذات غنم في الريف بيطلع من فوق، ولا ما شفتوين؟ أي ولا غنمكم ديل قاريات برضو، غنم واحدة في السودان. المهم قال القرد بقى عشان يأكل الثمار بيقف في الشجرة وياخد يقف وقفة عمودية، وده الكلام بتاع واحد اسمه إنجلز، فريدريك إنجلز، عرفتها؟ قال بعد ذاك بقى يقطع الثمار ويحتاج للمشي العمودية، قالوا وعن طريق العمل، أنا ما أعرف يا تعمل، قال وبذلك قال تحول القرد إلى إنسان. وده يا أخواننا طبعا كلام ما بخش العقل، لأنه ربنا خلق القرد قرد والغنماية غنماية والإنسان إنسان والحيوان حيوان والبحار بحار والجبال جبال والشجر شجر والسماء سماء والأرض أرض. ما في منطق بيقول إنه القرد من قرد بقى بني آدم. طيب سؤال علمي، القرود القاعدة دي هل ممكن تبقى ناس؟ وليه ما بقت ناس؟ وهل بعد مرحلة الإنسان تاني في مرحلة تانية؟ ولا ممكن نرجع قرود ولا الحاصل شنو؟
ده ما سؤال منطقي للشيوعيين، اثبتوا لنا عن طريق العلم والاحياء. بعدين الضنب مشى وين؟ تاع القرود، ما سؤال؟ لانه اخواننا الضنب ده عباره عن جهاز، الليله لو مشيت سالت اي زول بيقرا بيجاي، الجهاز يتكون من مجموعه من الانسجه، والنسيج يتكون من مجموعه من الخلايا، قروا لنا في سنه ثانيه وثالثه ثانوي، عرفتها؟ وهكذا الخليه، وبعد ذاك الخليه فيها سيتوبلازم وفيها ما اعرف ليك، بعد ذاك بتجي الموضوع بتاع الكترونات وبروتونات وتعادل وفقد واكتساب وروابط ايونيه وتساهميه وتسانديه وكلام كثير. اثبتوا لي انا بالعقل والمنطق انه الانسان اصلا كان قرد وبعد ذاك بقى انسان. عرفت دارين بالمنطق؟ عشان تعرفوا ان يا اخواننا ما فرقنا، ونحن ليه بنتكلم في الاحزاب ونشن عليها هذه الحرب الشديده؟ لان يا اخواننا الاحزاب هي التي ضيعتنا. ربنا قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اعداء الدين زرعوا فينا الاحزاب دي، زرعوها فينا، وبقوا اي ناس متعصبين برام، ديل علمانين برام، ديل ما علمانين برام، ديل الحزب براو، تلقى الحزب ذاته الواحد مفتت ل 700 حزب. تمسك مثلا حزب الجبهه الديمقراطيه، مرق منه واحد اسمه الخاتم عدلان، سماه القوة الحركة شنو كده الجديدة، حق الجديدة. مرق منه برضو تاني واحد اسمه الحاج وراك، كان بيكتب زمان في جريدة الصحافة ما بنعرفه مشى وين، عمل القوة التقدمية الحديثة، الحق الحديثة، الحق بقى جديد وتاني حق بقى حديث، أنا ما عارف القدام التاني هاتوا، عرفتها؟ وكلام فارغ. حزب الأمة 12 حزب أمة، كويس، مساكين غشينا ومهنا، غشهم ناس المهدي وحلفوا بهم، وديل اهلنا نحن، يقول لك وحات المهدي وخليفته وصابونته وليفته، يعني ده ثاني تتفاهم معه كيف؟ ده بيحلف بالصابونه بتاعت المهدي ذاته، عرفتها؟ عشان كده يا اخواننا الاحزاب دي كانت سبب في ضياع وتفرق الامه، ومن اعظم الاسباب هذه العقائد السيئه الموجوده بين الشباب. والزول ما يقول ما في، الليله ما نجد من الفساد في الجامعات سبب العلمانيه دي. اخر حاجه قننوها لنا في قناه اسمها السودانيه 24، وقاموا جابوهم في شكل شباب، قال اسمهم شباب طقل، عرفتها؟ ديل دارين يعكسوا للمجتمع انه يا اخي السودانيين خلوا خلاص الدين، الدين ده مرحله تجاوزها اهل السودان، وديل مجموعه من الشيوعيين بس خلاصتهم ناس شيوعيين. جابوا واحده لابسه لها عراقي، عرفتها؟ وتجي تقول انا افتكر وارى، المهم ده موضوع ثاني بنجيبه ان شاء الله في حينه. لكن الشاهد من الكلام ان اخواننا ديل ضيعونا، الشيوعيين ديل. فاول عقائد الشيوعيين واعظم هذه العقائد واخطر انهم ناس يعتقدوا بالالحاد، وهو انكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. ونحن ناقشناهم الشيوعيين، ناقشنا واحد في جامعه السودان في سيارات هناك القسم الجنوبي، خش عديل، هو كان بيقرا في الاسلاميه، قام جاء السودان، كان بيقرا الاسلاميه جاء السودان، قال نحن اول حاجه جينا الجامعه دي عشان نبرطع، لان يا اخواننا من افهام الشيوعيين الفساد الاخلاقي، ده اللي بينشروه الشيوعيين، عرفتها؟ وقال اقنعني انه الله فيه، عديل كده. قلت له طيب انت بتقول الله ما في، انت والشيوعيين بنظريه داروين، وانه اصل الانسان كان خليه اوليه، صح؟ قال اي. قلت له والخليه الاوليه دي جات من وين؟ سؤال منطقي ولا شنو؟ جات من وين؟ قال لي كانت في مستنقع، لسه ما زال السؤال مستمرا، من اين جاء المستنقع؟ ما لقى حل، قال في حاجه نظريه اسمها الانفجار العظيم. طيب سؤال، من اين جاء الانفجار العظيم؟ الانفجار ده لابد يكون في مواد مشتعله وبيئه بتاعت انفجار، وفي شراره بتبدا الانفجار، ولا كيف؟ خلاص؟ وين الكلام ده جاء من وين؟ حنمشي معاك كده لغايه ما تصل الى نقطه تقول فوق ان يا اخواننا المزالة دي عقلي ما بحصلها، لأن يا أخواننا العقل ما حصل أي حاجة. ربنا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الليلة أمشي هذا الناس هندسة اللي بيقروا كهرباء، قل لهم يا أخواننا الكهرباء دي شنو؟ قل لك هي شكل من أشكال الطاقة. أي صح، أنا مشي ده عبارة عن شكل من أشكال الطاقة، وأنت قعادك عبارة عن شكل من أشكال الطاقة، والمروحة عبارة عن شكل من أشكال الطاقة. لكن سؤال، هي شنو هي ذات الكهرباء شنو؟ يقول لك هي سريان الالكترونات.
السريان ده حركة، دي مال كهرباء. عرف لي الضوء، يقول لك شكل من أشكال الطاقة. قل لي عرف لي الحرارة، يقول لك شكل من أشكال الطاقة. يبقى أخواننا العقل، ودي نقطة مهمة جدا يا أخواننا عشان ما يغشوك بها المجرمين ديل، لأنه بيدخلوا لك بمدخل بتاع إنه أنت زول عندك عقل وأنت زول واعي، وده ما فيه مخالفة يا أخواننا، وده ما فيه غلط، لكن عقلك ده عنده حدود. العقل بتاع البني آدم ده يا أخواننا عقل عنده حدود، ما أي حاجة بيفهمها. العلماء قالوا العقل ميزان دقيق ولكن لا يصلح لقياس أي شيء، فميزان الذهب ميزان دقيق لكن لا يصلح لوزن أي شيء. لو جبت ميزان بتاع ذهب وخطيت فوقه قنطار بتاع سمسم بقيسه بتكسر، صح؟ كذلك العقل عنده أخواننا حدود، عقل البني آدم ده عنده حدود، إذا حاول إنه يتجاوز هذه الحدود فإنه سيضل ولن يصل إلى شيء. وإلا نحن برضو بنزل الشيوعي سؤال، بنزل سؤال الشيوعي، نقول له نفرين تلقاهم راقدين، واحد قام مشى والثاني يقول لك مات، مات دي حقه الناس المؤمنين بالدين. نحن دارينك من ناحية عملية، انت ما بتقول بتؤمن بالعلم والتقدم والأحياء والفحص والمعمل والكلام الزي ده، أغنعنا إنه الإنسان ده عنده بيئة، عنده أدوات يتنفس ويأكل ويشرب، وعروق جاربها الدم ينقل الأكسجين، وما عنده أي حاجة، مات. التفسير العلمي بتاعه شنو؟ ده ما سؤال منطقي ولا ما سؤال منطقي؟ عرفتها؟ عشان كده يا أخواننا عقل الإنسان لا يصل إلى كل شيء، ما بتصل لأي حاجة. عشان كده زول الدائر الأمور الغيبية يصل بعقله، ده إنسان في أول الأمر جاهل، جاهل بقدراتك، ها؟ وربنا سبحانه وتعالى جعل لك طاقة. عشان كده ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أخي العربات الخواجة بقول لك عندها طاقة، يعني هسه الليلة لو جاء البوكسي قال أفتكر إنه، وبما إنه نحن في الدولة السودانية واحدة، لابد يشيلوني 12 قلاب زي الزيت واي، البوكس قال أفتكر إنه لابد يساووني، لابد من مساواة البوكسي مع القلاب في جميع الحقوق والواجبات، مش بتدمر؟ ما ليه الخواجه قال لك ديل ما بيساو الانسان ده يا اخواننا. ربنا اداه عقل، العقل ده في النهايه جارحه مثله ومثل اليد ومثل الرجل، عنده طاقه محدوده ومعينه. ولذلك ربنا ناقشهم في سوره الطور، وهذه الايات لما سمعها يعني جبير بن مطعم رضي الله عنه في سوره في صلاه المغرب في البخاري، قال جيت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في صلاة المغرب وهو يقرأ بالطور، قال فكاد أن ينخلع قلبي، فكان أول ما وقع من الإسلام في قلبي. لأن آيات عظيمة، ربنا قال أم خلقوا من غير شيء. أنت يا بني آدم تفكر، والشيوعين بيجي يقول لك لا ما تناقشنا بالقرآن، وبعد مرات الكوز بيمشي يتورط معاه في الاتجاه ده، عشان كده ما بيصل لي نتيجة. يقول لك طبعا القرآن نص مقدس، داري خمك طبعا، يقول لك القرآن نص مقدس ونحن ما ممكن نتناقش في النص المقدس. لا انت بالنسبة لك ما مقدس، القرآن النزل ومنها شيوعي تمام ومن به وصلا، عرفتها؟ عشان كده انت اعتبر القرآن ده اعتبره اي حاجة كشيوعي. من ناحية عقلية رأيك شنو في الكلام الذكر القرآن ده؟ ربنا اداك زي ما قالوا احتمالات، انت خدت الاحتمالات دي من ناحية عقلية. ربنا قال أم خلقوا من غير شيء، ده احتمال. هل أنت وجدت من العدم؟ يعني ما أوجدك موجد؟ دي طبعا ما ممكن. طيب أم هم الخالقون؟ ولا نقول المروحة دي طبعا الشيوعي لو قلنا له آيات وكذا ممكن ما يفهمها، يكون طاش شبك، لكن نقول له المروحة دي هل أوجدت نفسها؟ يقول لك طبعا ما ممكن. طيب هل ممكن المروحة تصنع المكيف؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني الضعيف يخلق القوي؟ ما ممكن. يبقى في احتمال واحد، أن لهذا الكون خالق. عشان كده لما جو طائفة من السمنية، مش السمانية وديل جايينهم إن شاء الله، السمنية ديل ذكرهم، يعني ذكرهم العلماء، ديل كانوا من الملاحدة الشيوعيين بتاعنا الهند، وقاموا جال الإمام أبو حنيفة زمان قالوا له دارين نناقشك إنه الله فيه والله الله ما فيه، قال لهم خلاص تعالوا لي بعد كم يوم. لقوا الإمام بيفكر،
وخدت يد على خده. قالوا له: يا إمام، جئناك للمناظرة، فيما تفكر يا إمام؟ قال: أفكر في أمر عظيم. قالوا: وما هذا الأمر؟ قال: أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع، ثم تنزل البضائع وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. البضائع تركب في السفينة، والسفينة تلف البلاد دي كلها وتجي راجعة، وما في غايد يقود ولا في أي حاجة. فقالوا له: أجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ فقال لهم: أقول لكم، سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان، وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وبحاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ شوف الحجة دي قوية كيف، حجة قوية جدا، عرفتها؟ فلابد يا أخواننا الناس تعرف هذه الحجج القوية من القرآن ومن السنة، حتى لا تتبع سبيل هؤلاء المجرمين، ديل الشيوعين. وديل نحن ما دارين نطول معهم كثير، لأنه الكلام عندهم يطول. دي مسألة، عندهم مسألة ثانية وهي مسألة الشيوع المرأة، والكلام ده موجود في كتاب اسمه البيان الشيوعي. طبعا الشيوعي بكم ما فاضي من انت وانا، من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعت خمنا لا انت يلقوك لانا، ما بكون فاضي، بيكون برضو من كذاب لسه جايينك. ده كتاب اسمه البيان الشيوعي، ده اول وثيقه الفوها الشيوعيين، اجتمعوا قاموا قالوا: يا ماركس ويا انجلس الفوا لنا الكتاب ده. قاموا الفوا الكتاب ده، كتاب اسمه البيان الشيوعي، الفوا فريدريك انجلس وكارل ماركس. فهؤلاء طلبوا، الشيوعيين نفسهم طلبوا من ماركس وانجلس انهم يالفوا في منهج الشيوعيين. فقاموا ذكروا من المسائل، لما تكلموا عن مسألة الدين وتكلموا عن الملكية الخاصة وتكلموا عن مسألة المرأة عند الشيوعيين، قاموا قالوا: أول حاجة الشيوعية ما عندها علاقة بالدين، هي تحارب الأديان. قالوا: فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الدين والأخلاق عوضا عن تجديدهما. عشان ما يجينا الليلة بعدين شيوعي يجي يناقش ويقول: لا، الشيوعية هي محايدة تجاه الأديان، الشيوعية تحارب الدين. عشان كده إنجلس قال في كتاب اسمه الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية، قال: وبما أن حواسنا لا تؤمن بغير الأشياء المادية فإننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، فقط وجودي أنا أكيد. فالشيوعيين أول مسألة يا أخواننا ينكرون وجود الخالق تبارك وتعالى. المسألة الثانية في الشيوعيين إنهم يدعون إلى إشاعة المرأة، الفساد. عشان كذا ماركس وإنجلس قالوا في البيان الشيوعي، قالوا: فغاية ما يلام عليه الشيوعيون أنهم يريدون إشاعة صريحة للمرأة أو للنساء بدلا من الإشاعة المغطاة بالرياء والمداجة. قالوا: نحن ما دارين حاجة يسمى يكون في زواج وتمشي تسوق أهلك وأسرتك وتدق الباب ويا عم فلان دارين بنتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبالشريعة الإسلامية. قالوا: ده ما دارين. قالوا: دارين الموضوع يكون إشاعة ساكت، عرفتها؟ إشاعة ساي. عشان كده فرويد بتاع الشيوعيين قال: إن البقرة حينما تلد عجلا فيكبر هذا العجل ويشتد عوده يناطح أباه من أجل أمه، نريد مجتمعا شيوعيا مثل هذا المجتمع. للدارين الشيوعيين. عشان كده فطومة أحمد إبراهيم أرجى الراجل في الحزب الشيوعي الهالكة كانت تقول: المرأة إذا زنت فإن الله لن يحاسبها. عمل فوق ابن كثير قالت: فإن الله لن يحاسبها لأن سياسة الحاكم هي التي دعتها إلى ذلك. طيب نفترض أن الناس جعانين والحاكم ظلمهم والناس ما لاقية تأكل، طيب تزني كيف وإنت ما لاقي أكل؟ شوف الكذب ده كيف، شوف شو عند الكذابين كيف، وإنت ما عندك سعرات حرارية، ها؟ تزني كيف؟ عشان تعرف أنه دي الناس دعاة بتاع شر ودعاة بتاع فساد، عرفتها؟ وعندهم كلام سيء جدا بيقولوه
في الكولينات والأدبيات بتاعتهم كلام سيء كلام مر مرة واحد. لكن بعدين لو في شيوع جاء خشية بنقوله له بعدين هسي نخليك تخش تتورط. وربنا قال لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عرفتها؟ دي مسألة. والكلام في شيوعنا يا أخواننا يطول وعندنا كتبهم قاعدة وما بناقشه. نحن نعلم من الشيوعيين إلا واحد يكون اليوم دي كن ضرب له مشروب روحي ودقس ألقى بيدي إلى التهلكة بعد ذاك بتورط. أما يكون واعي كده يجي خاشي منبر نجيط ما بيجي. ده نمرة واحد. المسألة الثانية في الإيمان بالله وهو الإيمان بربوبية الله. يعني أنت آمنت إنه الله في تؤمن إنه ربنا الموجود سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك والتصريف والرزق وهو الذي خلق وهو الذي يمنع ويعطي ويرفع ويخفض. ده كله تؤمن به حق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال الحمد لله رب العالمين. والرب هو المالك المتصرف السيد. عشان كده بقول لك رب الأسرة. العلماء قالوا لا يجوز إطلاق الرب بغير إضافة إلا لله سبحانه وتعالى. وأما الإنسان فلا يجوز أن تطلق عليه إلا مضافة. يقول لك رب الأسرة رب المنزل وهكذا.